اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. علامات تدل على أن الفتاة تقوم باختبارك. إن كنت قد حظيت بموعد أول للقائها فهذا لن يؤكد لك الحصول على موعد آخر، فإن لم تقم بالتقاط الإشارات والعلامات التي تختبرك بها كن على يقين بأنك لن تراها مجددا. فالعديد من الرجال يقعون في الفخ الذي تنصبه المرأة عند لقائهم لأول مرة، وعليك أن تعلم بأنها تقوم ببعض الاختبارات والحيل التي قد تنطلي عليك والتي غالبا تستعملها ضدك لتقوم بالتيقن بأنك جدير بكسب الثقة أو أنك تستحق نيل جزء من وقتها واهتمامها، ولما لا الوقوع في حبك في وقت لاحق. لذا سنقوم في هذا الفيديو بتسليط الضوء على ماهية تلك الحيل، وسنوضح لك كيف ولماذا تقوم الفتاة بذلك. أولا، الأمر لا يتعلق بك وحدك. أقصد بذلك أن الأمر ليس شخصيا على الإطلاق، فالفتاة تقوم بذلك مع جميع من تقابل، فمثلما يقوم الميكانيكي بفحص جميع أنواع المركبات التي تعرض عليه مهما كان نوعها أو تاريخ صنعها، فقط يقوم بتفحصها جميعا. هي أيضا ستقوم بالتأكد من جميع الرجال الذين قد تقابلهم في حياتها وتتفحص حقيقة نواياهم نحوها. ثانيا، أنت دائما وأبدا قيد الاختبار. نأسف لقول ذلك، لكن نعم، لا يمكن لفتاة تفكر في علاقة جدية أن تفتح لك أبواب قلبها من غير اختبار، وثق بي بأنها لن تراقب تصرفاتك عن كثب إن لم تكن ترى فيك مشروعا لشريك صادق وعلاقة دائمة. ثالثا، ستحاول صدك في البداية. ليس ذلك فحسب، بل ستسعى للقيام بأمر يغضبك ويثير أعصابك كي تقوم بعدها بتحليل ردود أفعالك ومراقبة ما الذي يمكن أن تقوم بفعله حين تخرج من دائرة راحتك. فهذا الأمر يعد بالنسبة لها محاكاة واقعية لتجربة الخلافات المستقبلية. رابعا، ستعرفك على أصدقائها، واعلم أنها إن قامت بذلك فهنيئا لك، لقد قمت باجتياز مرحلة القبول المبدئي. أما الآن فقد قامت بتحويلك إلى اللجنة النهائية. نعم، أصدقاؤها هم تلك اللجنة، وهم من سيقومون باستكمال بعض الاختبارات وإعلامها بنتائجها، فسوف يقومون بطرح بعض الأسئلة المخادعة والتعرف عليك عن كثب أو حتى المزاح معك، ومن بعدها سيقومون بقراءة جميع ردود أفعالك، فإن كانوا قد رضوا عنك فهذا يعني أنها هي أيضا سترضى عنك وتفتح أبواب القلب لك وحدك. خامسا، ستراقب نظرات عينيك. إن قمت باستراق النظر إلى فتاة أخرى وأنت بصحبتها، هل تظن حقا أنها لم تقم بالتقاط ذلك؟ بل سترى ذلك بكل وضوح، وستلاحظ أفعالا أدق وأصغر من ذلك، وستقرأ لغة جسدك التي تتحدث بالنيابة عنك. فموضوع الإخلاص يعد بالنسبة لها أمرا مقدسا، هي تريدك أن تنتبه لها وفقط لها دون أحد غيرها. سادسا، ستسألك عن الماضي، كأن تسألك عن علاقاتك السابقة، ليس لأنها مهتمة بها جدا وتحب سماع ذلك، لكنها ترغب بمعرفة بعض التفاصيل، كيف ولماذا ومن قام فعلا بإنهاء العلاقة وكيف كان الحال عندما انتهت. جميعها تفاصيل دقيقة تجدها الفتاة قيمة، وخصوصا إن كانت ترى فيك حبيب المستقبل.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.